العربيات، هل أسعار العربيات اللي موجودة في مصر حاليا تعقل؟ حضرتك النقطه كلها، ودي يمكن الحاجه الاساسيه اللي ما ابتديناش غير لما حصلت. مش التعويم هو الاساس. مش انا التعويم. الاساس عندي كان هو الوفره. ال 8 مليار دولار افراجات اللي اتعملت لخامات والسلع هي دي اللي ساعدتني ان انا اعمل الكلام ده. ليه؟ تمام. بقى في منافسه بين المنتجين والمستوردين وبين منتج ومنتج. انا لما بنافس عندي حاجتين اعملهم، انزل سعري واعمل ايوه اعلانات. ايوه الاعلانات في رمضان الاسبوع الاخير كان ضعف الاسبوع الاخير من رمضان السنه اللي فاتت. وبالتالي ده معناه ايه؟ في منافسه شغاله. اليات السوق اللي احنا اللي بنسميها اليات السوق المهذبه اللي احنا بنسعى اليها ابتدت تشتغل. وده لصالح المواطن. تمام. تاني حاجه ان انا كان عندي الاوفر برايس، الاوفر برايس ده بسبب نقص. هاي كنت تيجي تشتري حتى تلاجة ولا غسالة تلاقي محتاجة وسط عشان تشتريها. صحيح. وسعرها خيالي. ما هو السعر يا فندم، لا زي ما حصل في السكر، لما حصل نقص في السكر ايه اللي حصل؟ بتبقى في سوق سودا. أيوه. هي بالبلدي اسمها سوق سودا. ايوه. انما نقص السلعة بيرفع السعر. ومالوش اي اساس منطقي للارتفاع. وكل ما تنقص كل ما السعر يعلى. فاحنا تركيزنا الاول كان الوفره. طيب مجرد ما حصلت الوفره ابتدت الانخفاضات. قريت اخبار مرعبه، ده من بتوع العربيات، يقول لك الاوفر برايس كان وصل لمليون في بعض العربيات. ما هي النقطه كلها يا فندم، طالما في طلب والعرض اقل الاسعار بتعلى. فاحنا توجهنا الاساسي هو ان ازود العرض عن الطلب. دلوقتي في عرض؟ في عرض في كل حاجه، زاد بكميات كبيره. يمكن العربيات مرحله كانت ثانيه، كان طبعا تركيزنا في الاول على الغذاء والدواء. طبيعي طبيعي. الاولويه طبيعي. الصناعه المصريه خاماتها تيجي عشان تشغل الناس. طبيعي. عندها قدره شرائيه، لما ياخد اوفر تايم ومكافئات وحوافز يقدر ينزل يشتري، فالاقتصاد يتحرك. تمام. نزلت بقى لغايه دلوقتي بنسبه قد ايه تقريبا العربيات؟ لا لسه ما حسبناش، احنا مجرد بنتابع الانخفاضات ماركه ماركه. ما بنبصش على النسب، انما بنتابع ان في انخفاضات بتحصل. أيوة. وده بالنسبه لي ما كانش برضو الاولويه، يعني زي ما حضرتك قلتي. مفهوم. انا الاكل وفول والطعميه طبعا والكشري طبعا، ده طبعا كان اولويه اولى وثانيه من العربيات طبعا، والعلاج والحاجات دي مفهوم مفهوم. بس ده فرصه وحضرتك معايا، خليني اقول للناس مهلا، ما تشتروش عربيات دلوقتي، انتظروا. قللوا الطلب فالعرض هيزيد فالسعر هينزل. ايوه. طيب دكتور علاء، الاجهزه الكهربائيه نفس قصة العربيات. بمعنى؟ بمعنى الناس تشتري أنا دلوقتي ولا تستنى؟ والنبي تعرف فلان في شركة كذا عشان أنا عاوز تكييف. أنا بسألك عشان موسم التكييفات داخل أهو. وبالتالي أنا النهاردة كان عندي حجم دولار محدود. أولوياتي كانت السلع الأساسية والدواء. أيوه. ويا دوب كنا مغطيينها. ما كنتش أقدر أدي أولوية لا لسلع تمت الصنع هندسية زي ما بنسميها، ولا ان انا حتى ادعم مكونات للمصانع المحلية. تمام. والمصانع اللي كانت بتصدر ما كانش عندها مشكلة. ولكن بما ان ماركات محدودة اللي كانت شغالة كده فالسعر كان بيطلع. تمام. دلوقتي ابتدى الكل عنده خاماته وابتدى ينتج. وبالتالي الحرب ابتدت بين الجميع، وحضرتك تشوفيها حتى في الاعلانات. ايوه. يعني انا ما كنتش بشوف اليافطات الشوارع الكبيره بتاعت السلع الهندسيه دهيت. ايوه. من شهر. ايوه. دلوقتي بقت ماليه البلد بالكامل، معناها نرجع تاني اعلان وخفض اسعار، دول الف ب اليات السوق. صحيح صحيح. يبقى برضو نقول للناس مهلا، ما يشتروش اجهزه كهربائيه دلوقتي. وما حدش يخزن اكل. لا ده طبيعي، يعني احنا ما احنا جربنا. نازل. الثقافة دي انا ما عنديش مشكلة نهائي. انما مش من مصلحة المواطن، اشتري احتياجك لان السعر كل يوم في النازل. صحيح بالظبط. يعني كمثال الزيت، في ناس نزلت بتشتري كب الكراتين فسألونا. أيوة. هل هتسمحوا اللي عاوز ياخد لوري ياخده بيته؟ انا هو حر. تمام. الاسبوع الجاي اللوري ده هيخسر له فيه بتاع 5000 جنيه. بالظبط. فانا محبب ما عليا، الشركة هتنبسط. ايوه. لكن المواطن اللي بيشتري ويخزن هو اللي هيخسر. بالظبط. هو اللي هيخسر. طيب بنتكلم في تقريبا الناس تنتظر انخفاض في الادوات الكهربائيه قد ايه؟
نسبة هي الأجهزة. أسابيع شهر بحد أقصى. بحد أقصى. تمام تمام. لأن حضرتك ما بين الإفراجات اللي اتعملت لمستلزمات الإنتاج وبين المصانع اللي بتبتدي تشتغل. وعلى ما اللي كان مستني اشترى بسرعة ويبتدي بقى البضاعة تقبى زي ما بيقولوا مرطرطة في السوق. مفهوم. هتبتدي الأسعار تنزل. تمام تمام. ده كلام مهم وبشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل دكتور علاء عز لأنها كلها تفاصيل.